مرحبا، معكم سهى من سهى's dishes. وصفة اليوم طريقة تحضير المجدرة الحمراء الجنوبية، وصفة مشهورة كتير بجنوب لبنان، لبل هي وصفة جنوبية بامتياز، كل الجنوبيين بحبوها وبيعتبروها من طبخاتهم المفضلة. وصفة سهلة وسريعة التحضير، سر نجاحها بقلية البصل، يعني قلية البصل ممكن تسبب نجاح الطبخة وممكن تسبب فشلها. بفيديو اليوم رح تشوفوا طريقة تحضير المجدرة الحمراء على الطريقة الأصلية القديمة التقليدية. ما تنسوا تشتركوا بقناة سهى's dishes على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سهى's dishes، تابعوني على انستغرام. خلينا هلأ نشوف المقادير وطريقة التحضير. أول خطوة بحب أعملها بس كون بدي أطبخ أي نوع من أنواع المجدرة، بحضر السلطة. حضرت هون كل الخضرة فرمتها اللي بحتاجها لسلطة المجدرة. عندي قلب خس صغيرة، نص باقة نعنع، كوب من البصل الأخضر المفروم، حبتين خيار، نص كيلو من البندورة، حصين ثوم مهروسين مع شوية ملح، ملعقة صغيرة ملح، عصير ربع كوب عصير حامض، عصير الليمون الحامض عندي ربع كوب، وزيت زيتون كمان عندي ربع كوب. على الأكيد السلطة بتاخد هالكمية من الليمون ومن زيت الزيتون. بعد ما نخلطها مندوقها، إذا منحب نزيد ملح أو نزيد عصير الليمون الحامض ساعتها فينا نزيد. كل شخص بيختلف ذوقه بالسلطة وبرغبته بكمية الحامض. بس حضر السلطة، بفرم كل هالخضرة، بغطي هلأ الجاط وبدخله على البراد، ورح بلش بتحضير المجدرة. كل العيارات والمقادير للمجدرة وللسلطة بتلاقوها موجودة بأسفل الفيديو، بالعربي وبالإنجليزي، بالأكواب وبالجرامات. خليني هلأ بلش على تحضير طبختنا، طبخة المجدرة الحمراء الجنوبية. لتحضير مجدرة البرغل أو المجدرة الحمراء بحاجة لاثنين كوب من العدس، العدس حبة صغيرة يعني العدس البلدي. العدس اللي انتو شايفينه هو عدس حبة صغيرة. هون بأمريكا وقت بشتري العدس بيكون مكتوب عليه عدس لون أخضر، يعني مكتوب عليه انه هو اسمه عدس أخضر. طبعا من زمان كانوا يستعملوا العدس البلدي، كان يبقى لون القشرة البرانية غامقة أكتر، لونها قريب للون البني. بس هون هيدا المتوفر لإلي. أهم شيء إنه نستعمل الحبة الصغيرة مش الحبة الكبيرة، لأنه الحبة الكبيرة من العدس بس تغلي مع المي تطلع القشرة عن الحبة، وهيدا الشيء ما منرغبه، يعني أمر غير مرغوب بهالطبخة. كرمال هيك مفروض إنه نوع العدس يكون حبة صغيرة، 2 كوب من العدس. البرغل اللي بحتاجه بهالوصفة كوب وربع، ممكن كوب ونص من البرغل الأسمر الخشن. رقم 3، وقت بشتري البرغل هون مكتوب عليه رقم 3. من زمان بالجنوب كانوا يقولوا البرغل الخشانة، كان اسمه برغل خشانة يعني برغل خشن. كانوا يجرشوه مثل ما بيجرشوا الفريكة، كانوا يعملوه خشن، لأنه وصفة المجدرة بيحبوا انه يكون فيها البرغل خشن. وانا بالحقيقة بستعمل هالنوع من البرغل لكل انواع الطبخ، لانه بيعطي طعمة طيبة وكمان بيبين حبة كبيرة. كمية البصل اللي بحتاجها بتتراوح بين 400 جرام وال 500 جرام من البصل، حبتين بصل كبار بكفوا لهالوصفة. كمية زيت الزيتون، نص كوب من زيت الزيتون، الملح عندي ملعقتين صغار من الملح. هالمواد كلها ما بحتاج أكتر منها، يعني هالوصفة هي الوصفة الوحيدة اللي ما منضيف عليها ولا أي نوع من أنواع البهارات. صدقوني هالوصفة اللي بميزها إنه ما فيها ولا شي من البهارات. طعمتها ونجاحها أساسه قلية البصل وزيت الزيتون. رح أسلق العدس بعشر أكواب من المي،
تقريبا 2 لتر او اكتر شوي من المي. رح انتقل هلا لسلق العدس. بلش العدس والمي بالغليان. حطيت بعشر اكواب مي 2 كوب من العدس، غسلتهم وصفيتهم وزدت العدس على المي. هلا بلشوا يغلوا، رح زيد ملعقة صغيرة من الملح وخفف النار على الوسط على الخفيف وغطي الطنجرة واترك العدس حتى يستوي. رح ياخد بحدود 20 دقيقة. اول ما يبلش يستوي لازم اطفي النار. بعد ما يستوي العدس بطفي النار عليه وبشيل الغطاء عن الطنجرة حتى ما يكمل العدس عملية الطبخ. ما بدي انه العدس يستوي على الاخر قبل ما زيد عليه المواد الباقية. بشيل الغطاء وبترك العدس على جنب وببلش على قلية البصل. طبعا انا بعرف انه كتار من اللي بيطبخوا هالوصفة وبيعرفوا يطبخوها ومتعودين يطبخوها بيركبوا البصل على النار والعدس مع بعض. اذا منكون عارفين العدس اللي عنا قديش بياخد وقت على النار، ساعتها فينا نشتغل بالشغلتين مع بعض، يعني القلية ومنسلق العدس بنفس الوقت. بس انا عم بمشي خطوة خطوة معكم، خصوصا انه اللي مش عاملين هالوصفة ولا مرة بعد حتى تكون سهلة عليهم. فاذا استوى العدس بعد 20-25 دقيقة، طفيت النار، شلت الغطاء عن الطنجرة ودشرته على جنب. بهالوقت بلشت اشتغل على قلية البصل وزيت الزيتون، ورح تتابعوا معي هلأ المراحل اللي رح تمرق فيها هالقلية وقديش رح تتحمر. بستمر بالتقليب. البصلة لازم تتحمر بنفس المستوى، ما بتركها وبروح بعمل شغلة تانية. بس حط البصل والزيت على النار، ببقى منتبهت لهم وبوقف جنب الغاز وبستمر بالتقليب حتى ما ينحرق البصل من ميلة، ومن ميلة تانية يبقى ني وأبيض. بدي انه البصل يتحمر بالتساوي من كل الميلات. طفيت النار تحت البصل. بس يصير البصل بهاللون اللي انتو شايفينه، يعني تقريبا محروق، بنزل الزيت والبصل بهالمصفية اللي انا حطيتها فوق طنجرة العدس. بنزلهم كلهم بالمصفية. الزيت المحروق زيت البصل رح ينزل مع العدس. يمكن تقولولي كيف عم تطبخي بزيت محروق، مش صحي وما بيسوى. المجدرة الحمراء هيدي طريقتها القديمة الأصلية، اللي بيحب يغير فيها الخيار إله. انتو بتقدروا تغيروا الطريقة اللي بدكن إياها. هلأ رح شيل البصل اللي بالمصفية ورجعه على المقلاية وشيل من المي مية سلق العدس على البصل. ولع النار لحتى خلي البصل يغلي شوي مع المي لحتى ناخد اللون البني اللي رح يصبغ المجدرة، وهيك بصير اسمها مجدرة حمراء. اذا منحرق البصل اكتر من هيك على الاخير ما بيعود البصل يعطيني لون البني للمجدرة. وإذا البصل بتكون فاتحة يعني محمرة شقرة كمان ما بيعطيني اللون المطلوب. هيدا السر إنه نعرف قديش نحمر البصلة لحتى تطلع معنا المجدرة حمرة. بزيد هلأ قد ما بقدر مي وبتركهم يغلوا مع البصل. بحرك البصل مع مية العدس، بلشوا يغلوا مثل ما انتو شايفين. بس شوف انه المي لونها بني على اسود، بطمئن على انه البصلة
راح تحمر الطبيخ. يعني البصلة، آلية البصل هي سر هالطبخة. بس شوف هاللون البني الغامق بعرف انه طبختي راح تطلع ناجحة. هلأ راح نزل كل هالمواد بالمصفاية مرة تانية. كل هالمواد تنزل بالمصفاية. هلأ في ناس ممكن ينزلوهن من دون مصفاية على الطبيخ. في طريقتين. اول طريقة انه في ناس ما عندهم مانع انه ينزلوا البصل على قلب المجدرة، وفي ناس بيحبوا يصفوها بالمصفاية وبمعس بقلب المصفاية حتى اخد كل هاللون البني الغامق من البصلة. هاللون هو اللي رح يعطي اللون الحلو للمجدرة. هاي هي الطريقة الأصلية المزبوطة لطبخ المجدرة: العدس البلدي، البرغل الأسمر، الخشن، والبصل منحمره على الآخر حتى بصير بده يبلش يحترق. وكمان لازم نطبخ البصل بزيت الزيتون. جنوب مشهور كتير بزيت الزيتون، أطيب نوع، أطيب أنواع زيت الزيتون موجودة بالجنوب. يعني قديما ما حدا كان يستعمل الزيت النباتي بالطبيخ أبدا، خصوصا اللي عنده إنتاج زيت زيتون. كل شيء كانوا يطبخوه بزيت الزيتون، حتى المقالة، البطاطا المقلية وكل أنواع المقالة كانوا يستعملوا فيها زيت الزيتون. خلاص بهالمرحلة بجرب قد ما في نزل كل هالمي، كل هالمرقة الموجودة بقلب البصل على الطبيخ. غسلت البرغل وصفيته وراح زيده على العدس وملعقة صغيرة من الملح. بحركهم وبس يبلشوا يغلوا بخفف النار وبتركهم يغلوا حتى يستوي البرغل. بلش الطبيخ يغلي، راح خفف النار واتركهم يغلوا على نار بين الخفيفة والوسط حتى يستوي البرغل. طفيت النار على المجدرة مثل ما انتو شايفين، استوى البرغل والعدس كان مستوي. طبعا وقت بطبخ بالبرغل الخشن رقم 3 بدي اعمل حسابي انه الوقت رح يكون اطول على النار للمجدرة من وقت ما بستعمل البرغل الوسط رقم 2، وكمان كمية المي لرقم 2 بتكون اقل. دايما البرغل الخشن بيحتاج مي اكتر وبيحتاج وقت على النار اكتر. معلش اذا منشوف انه المجدرة رخوة شوي، كتير بتطلع طيبة لانه هلأ بس نسكبها بالصحون رح تجمد. هلأ رح صب المجدرة بصحون التقديم. ممكن نصبهن لكل شخص بصحن، وممكن نحط كل هالكمية بجات كبير واحد. خلطت السلطة، المجدرة صارت عندي جاهزة. وشفتوا معي هالطريقة التقليدية القديمة لتحضير المجدرة الحمراء الجنوبية. مجدرت البرغل، دايما البرغل بده يكون كميته أقل من كمية العدس، يعني هيدا شرط بالمجدرة الحمراء. ما بيكون البرغل كتير، بيكون العدس أكتر والبرغل أقل. طبعا من أهم الأشياء اللي منقدمها مع المجدرة الحمراء بالإضافة للسلطة الزيتون، البصل، الفجل، وكل أنواع المخللات. بتمنى تجربوا طريقتي وإن شاء الله تعجبكم. شفتوا معي طريقة تحضير المجدرة الحمراء من أشهر الطبخات الجنوبية. إذا بعدكم مش مجربينها، أنا متأكدة بس تشوفوا هالفيديو رح ترغبوا تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. ما تنسوا تشتركوا بقناة سوهز ديشز على يوتيوب،
صفحتي على الفيسبوك سوهاز ديشز، تابعوني على انستغرام. Please subscribe, like and share. Thank you very much. See you next time.